بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. يسعدنا عم رواد، أنا كنا معكم في الجزء الثاني من اللقاء التاسع من مادة القانون الجنائي مع التعمق، مقرر دراسة دليل الجنائي الإلكتروني، دراسة مقارنة بأستاذ الدكتور أشرف توفيق شمس الدين. وكنا بنتكلم عن تقدير خطة المشرع المصري ل ذات نفس القانون جرائم تقنيه المعلومات اللي هو 175 لسنه 2018، وقلنا ان خطه المشرع المصري كانت محل انتقاد على اساس الصوت المختصه باصدار الاوامر المتعلقه بجامع الدليل الالكتروني خلال مرحله التحقيق الابتدائي. وكنا اتكلمنا عن ماهيه الاوامر اللي اجازت المشرع اتخاذها لجامع الدليل الالكتروني ومده سريان الاوامر، وعلى اساس ان كان في ازدواج في القواعد اللي نص عليها الشارع في شان الدليل الالكتروني، والازدواج من حيث مده اصدار الامر زي ما احنا شفنا. وكنا بنتكلم عن الازدواج من حيث بقى قصر تطبيق قواعد الدليل الرقمي على الجرائم الوارده في قانون مكافحه تقنيه المعلومات. وزي ما احنا شفنا ان خطه المشرع المصري كانت محل نظر على اساس ان المشرع هنا اساء فهم لطبيعه الدليل الالكتروني ومفهوم الدليل الالكتروني. زي ما احنا شفنا ان الدليل الالكتروني بيختلف عن الدليل التقليدي او الدليل العادي، على اساس برضو ان ده بيبقى له حجيه في الاثبات، لان زي ما احنا شفنا ان الجرائم العاديه زي الرشوه والقتل والنصب يمكن انا استخدم الدليل الرقمي في اثباتها، يعني دي جريمه عاديه، ولكن انا ممكن استخدم الدليل الالكتروني في اثبات الجرائم العاديه زي ما احنا شفنا وعرفنا قبل كده. وده طبعا على اساس ان انا ممكن استخدم الدليل التقليدي بقى في اثبات الجرائم الالكترونيه اللي هي نص عليها اللي هي قانون مكافحه تقنيه المعلومات في القانون 175 لسنه 2018. وطبعا هنا على اساس ان انا كمامور ضبط قضائي او سلطه التحقيق يجوز لي ان انا استخدم الدليل التقليدي في اثبات الجريمه الالكترونيه اللي نص عليها قانون مكافحه تقنيه المعلومات زي ما احنا قلنا. وكانت نصوص قانون 175 سنه 2018 اللي هو كان في شان مكافحه جرائم تقنيه المعلومات كانت بتعرف الدليل الالكتروني وبتبين حجيته، والنص هنا كان مطلق كان بيشمل جميع الجرائم اللي نص عليها القانون او غيره ذات نفسه. وده كان بيعتبر تناقض، يعني كان نص عليه القانون ذات نفسه الماده 11 من القانون 175 لسنه 2018 اللي خاصه بمكافحه جرائم تقنيه المعلومات، كانت بنص فيها على مدلول الدليل الرقمي اللي قالت ان يكون الادله المستمده او المستخرجه من الاجهزه او المعدات او الوسائط الدعميه الدعامات الالكترونيه او النظام المعلوماتي او برامج الحاسب او اي وسيله لتقنيه المعلومات نفس قيمه او حجيه الادله الجنائيه الماديه في الاثبات الجنائي متى توفر فيها الشروط الفنيه الوارده باللائحه التنفيذيه. وهنا النص ما تغيرش يعني بالجرائم المنصوص عليها في القانون ذات نفسه، تمام؟ و هنرجع تاني لنص الماده 11 اللي كانت معنونه في الادله الرقميه، كانت بتقول يكون الادله المستمده او المستخرجه من الاجهزه او المعدات او الوسائط او الدعامات الالكترونيه او من النظام المعلوماتي او من برامج الحاسب او من اي وسيله لتقنيه المعلومات ذات قيمه وحجيه الادله الجنائيه الماديه في الاثبات الجنائي متى توفرت بها الشروط الفنيه الوارده باللائحه التنفيذيه لهذا القانون. وهنا كان في تناقض الصراحه يعني بين نص الماده 11 ونص الماده 6 زي ما احنا شفنا اللي كانت بتساوي بين الدليل الالكتروني والدليل الرقمي. وصراحة خطة المشرع المصري هنا كانت بتستعصي على التبرير وكانت بتخالف خطة التشريعات المقارنة زي ما احنا شفنا، على أساس طبعا الجرائم العادية كان لابد من ينص عليها الشارع طبعا من استخدام الدليل الإلكتروني في إثباتها زي ما شفنا في القانون الألماني. نتكلم بقى عن العمومية والاتساع في صياغة النص نفسه وافتقاره إلى الضوابط، تمام؟ نرجع للنص نفسه بأساس العمومية والاتساع في صياغة النص وافتقاره
الى الضوابط زي ما احنا قلنا ان الماده 6 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات 175 لسنه 2018 كان بيتصف بالعموميه وعدم التحديد، على اساس برضو ان هنا اتخاذ الامر في حاله البحث والتفتيش والدخول والنفاذ الى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الاجهزه والنظم المعلوماتيه تحقيقا لغرض معين، ما يستدلش منه اذا كان النص بيسرع على مقدم الخدمه ومستضيف المواقع والبيانات اما يتطبق على الاجهزه الشخصيه اللي الشخص نفسه زي الهاتف المحمول او الاجهزه الرقميه زي الكمبيوتر اللوحي او المكتبي. وطبعا هنا كان النص بيقول لغرض الضبط، هنا كان بينال من الاجراءات دي على اساس ان هي ما بتتخذش الا لغرض التحقيق، زي ما احنا عارفين طبعا لابد من توافر دليل كافي او قرائن على اساس ان الاجراء ده بيتصل بالخضوره طبعا، وطبعا كان على اساس ان هو لابد ان هو يسهم في كشف الحقيقه في جريمه معينه وقعت بالفعل اصلا يعني. وكان زي ما احنا شفنا خطه المشرع المصري ما نصش على تحديد للجرائم دي اصلا، واللي كان بيجوز فيها اتخاذ الاوامر دي على الرغم من خطورتها وشده مساسها بالحقوق الشخصيه. طبعا النص هنا كان بيجوز اتخاذها متى كان لذلك فائده في ظهور حقيقتها فقط، على ارتكاب الجريمه معاقب عليها بمقتضى احكام القانون، يعني هو قانون 175 لسنه 2018. وده كان صياغه النص نفسها بتنال من نصوص التجريم في قانون تقنيه المعلومات اللي هو 175 لسنه 2018 اللي كانت بتتصف بالعموميه وشده الاتساع طبعا وبتفتقر للتحديد في النصوص الجنائيه. وكان بيترتب على التوسع في النصوص الموضوعيه دي طبعا في نطاق تطبيق النصوص الاجرائيه، ان التشريعات المقارنه طبعا كانت بتوجب حصر الجرائم اللي بيجوز فيها اتخاذ الاجراءات على اساس دي. طبعا الجرائم لابد انها تتصف بالجسامه الكبيره، ولكن بقى خطه المشرع المصري كانت بتسمح باللجوء للاجراءات على اساس انها يعني تتصف بشده مساسها في الحياه خاصه في الجرائم العاديه، وده ما يتناسبش مع شده الاجراء وجسامته طبعا زي ما احنا شفنا في التشريعات المقارنه زي القانون الالماني والقانون الامريكي اللي كان بيستوجب طبعا عدم اللجوء الى المراقبه الالكترونيه الا اذا كانت الوسائل العاديه طبعا في الاثبات مش مجديه طبعا يعني، ما ولكن برضه كانت بتتصف بصعوبه كبيره طبعا. ولكن هنا بقى المشرع المصري بقى ما حطش استخدام المراقبه باي قيود، اي قيود طبعا اللي هي المساس بالحريه الشخصيه، وطرق الباب مفتوح طبعا لحريه التنصت والمراقبه. وهنتكلم بقى هنا عن النص بقى كان بيجيز اختراق الاجهزه الرقميه والتنصت على ما يجري في محيطها طبعا، يعني حتى لو الشخص الاخر مش موضع مراقبه كان بيجيز التنصت على الاخرين اللي هم ليسوا موضع للمراقبه طبعا. وزي ما احنا شفنا طبعا ان تتبع البيانات والمعلومات وفي اي مكان طبعا او نظام او برنامج طبعا كان بيجيز اختراق تقنيه المعلومات وتسجيل المحضور بالصوت والصوره. وزي ما احنا شفنا في التشريعات المقارنه ان معظم التشريعات احاطت الاجراء طبعا بضوابط دقيقه زي ما احنا شفنا، على اساسها برضه بتبقى ضمانه لحمايه حرمه الحياه الخاصه للانسان، ولكن برضه ان المشرع المصري هنا ما التفتش الى وجوب التناسب بين الاجراء وجسامه الاجراء ذات نفسه وبين الفائده اللي بتعود على المجتمع من تطبيق القانون، وكان لابد من ان هو يوضع يعني ضابط للتوازن بين حق الدوله في العقاب والحريه الشخصيه وحق الشخص في حريته الشخصيه. وزي ما احنا شفنا ان اختراق الاجهزه الرقميه كانت بتعتبر اداه للتنصت والمراقبه بالصوت والصوره، على اساس ان كل ما يدور حوالين الهاتف المحمول طبعا ده كان بينال من الخصوصيه ذات نفسها، وكان طبعا يعني بيتطرق لادق الشؤون الشخص وحياته الخاصه والاسريه طبعا وعلاقاته الشخصيه. وده طبعا ما كانش فيه اي ضوابط وضعها المشرع، وكان المشرع طبعا كان هنا يعني اقتص سلطه التحقيق باتخاذ الاوامر زي ما احنا شفنا ووصفها بالاوامر المؤقته، وكانت الاوامر دي بتتصف بالخطوره والحساسيه. وزي ما احنا شفنا في التشريعات المقارنه ما كانتش بتجيز للنيابه العامه اتخاذ الاجراءات دي طبعا، وكانت بتوجب ان الامر يصدر من قاضي زي ما احنا شفنا في القانون الالماني. وكان في حالات الاستعجال او الخشيه من ضياع الدليل طبعا كان لابد من عرض الامر على المحكمه نفسها خلال 3 ايام،
لاصباغ المشروعيه على الاجراء ذات نفسه، عشان النيابه في حاله الضروره والاستعجال طبعا من حاله خشيه هرب المتهم طبعا او فقد الدليل ذات نفسه، كان في الحاله ديت ان كان بيجوز القانون النيابه العامه في القانون الالماني ان هي تتخذ الاجراء، ولكن كان بيجب عليها ان تعرض الامر الصادر من النيابه العامه خلال 3 ايام عمل يعني. تمام؟ وزي ما احنا شفنا ان خطه المشرع المصري ما نصتش على اي وسيله للتظلم او الطعن في الاوامر دي، زي ما احنا شفنا مثلا في التحفظ على اموال المتهم كان بينص على تظلم من الغير طبعا من غير المتهم والطعن في اوامر التحفظ، ولكن بقى ان هنا خطه المشرع طبعا في الاوامر العاديه الخاصه بالمراقبه زي ما احنا شفنا ما كانش بيحدد حد اقصى للمده، وزي ما شفنا برضو الاحكام الصادره من المحكمه العليا الامريكيه اللي كانت ابطلت قوانين كانت صدرت من الولايات على اساس ان هي كانت العبارات بتاعتها بتتسم بالعموميه وما عدم تحديد حد اقصى زمني بينتهي عنده الاجراء، كان في لابد برضو ان هو ينص المشرع المصري او ادخل المشرع المصري النص على حد اقصى لانتهاء الاجراء نفسه. ونتكلم بقى عن مراقبة أماكن تواجد الشخص من خلال ما يحمله من أجهزة رقمية. زي ما احنا شفنا التطور التقني ويعني على أساس إن صناعة الهواتف المحمولة كانت أدت إلى إعطاء فرصة كبيرة يعني لرجال الضبط من معرفة المكان اللي بيتواجد فيه الشخص طبعًا على أساس تحديد مكان الهاتف المحمول، زي ما احنا شفنا من خلال إرسال الإشارات إلى أقرب برج هوائي في شركات او مستخدمي او مقدمي خدمه الهاتف المحمول اللي هي الشركات الخاصه بالهاتف المحمول. وزي ما احنا شفنا ان كان الشارع كان نص في الماده 6 على جمع البيانات والمعلومات وانظمه المعلومات وتتبعها في اي مكان او نظام، والنص المشرع هنا كان على اساس قواعد البيانات دي وغيرها من الأجهزة الرقمية والنظم المعلوماتية كان تحقيقا لغرض الضبط ذات نفسه اللي نص عليه في البند الثالث من المادة 6 على حق سلطة التحقيق طبعا اللي هي تأمر مقدم الخدمة أن يسلم ما لديه من بيانات أو معلومات بتتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني أو مخزن لديها والبيانات مستخدمي الخدمة وحركات الاتصالات اللي تمت على النظام أو الجهاز التقني ذات نفسه. وكان الرأي ده في تقدير أستاذ الدكتور إن الإجراءات بالغة الخطورة ومسة بالحياة الخاصة للشخص كان لابد إن هو كان يقابلها تنظيم إجرائي بيحقق التوازن بين السلطة، سلطة الدولة في حق العقاب وحق الشخص في الحرية، وكان لابد إن الشارع هنا يوجب إن هو يحقق التوازن بين السلطة والحرية، ولكن هنا الشارع اختفى أثر الشخص وعلى اساس ان هو يعرف اماكن تواجد الشخص بالوقت والساعه والتاريخ وعلى اساس برضه ما يحمله الشخص من اجهزه رقميه ويكون على مقربه منه، وده بيجعل الشخص مراقب طول الوقت طبعا زي ما احنا شايفين طبعا رقابه شامله، وكان لابد ان هو يحصل على المعلومات دي باثر رجعي على اساس استخراج البيانات المسجله بقواعد بيانات شركات الهاتف المحمول. وهنتكلم عن مراقبة بقى السيارات بتتبع الملصق الإلكتروني بها، وهنتكلم عن بيان خطة الشارع وتقديرها، وبعدين هنتكلم عن المراقبة داخل المساكن في القانون المصري. نتكلم أولا عن مراقبة السيارات تتبع الملصق الإلكتروني الملصق بها. زي ما احنا شفنا ان صدر قرار وزير الداخلية 1980 لسنة 2018 وكان يستبدل بيه نص المادة 223 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، كان نص في الفقرة الثانية والثالثة من النص المستبدل يعني اللي هو 223 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور على أن يضاف بقى ملصق مروري لجميع المركبات عند الترخيص لها لأول مرة أو عند نقل القيد أو نقل الملكية أو تجديد تراخيص سير المركبة، ويسبب المركبة بمعرفة قسم المرور المختص ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه، ويتضمن الملصق تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقا للون الملصق والعلامات الموجودة به. وزي ما احنا شفنا إن الملصق ده كان بيحتوي على شريحة إلكترونية يمكن قراءتها عن بعد طبعا، وكانت بتتضمن البيانات المتعلقة بالمركبة سنة الصنع والمركب والطراز والشكل واللون ورقم الشاسية والموتور.
تمام، بالاضافه للبيانات الخاصه بقى باسم مالكها والعنوان ورقم القومي ورقم التليفون والبريد الالكتروني الخاص بمالك السياره. وزي ما احنا شفنا النص دوت يعني الزم قسم المرور بوضع ملصق الكتروني على كافه المركبات ايا كان نوعها، تمام. والشريحه الالكترونيه اللي كانت بتحتوي كان يمكن قراءتها عن بعد، ومن خلال النص دوت كان يمكن تتبع المركبه في اماكن سيرها وتواجدها، ويمكن معرفه كافه البيانات الخاصه بمالكها عن بعد. وفي تقدير استاذنا الدكتور ان التتبع والمراقبه الاداريه ديت تضمن يعني تدخل في حياه المرء الخاصه، وبينطوي على مساس بشؤونه الشخصيه، على اساس ان الشخص هنا بيبقى موضع للمراقبه المستمره وبدون اذن من القضاء، وبدون برضه وضع ضوابط نص عليها القانون على اساس ان المراقبه هنا بتتم بصوره مطلقه وبدون وضع ضوابط وسند ل على اساسها طبعا هو القرار الصادر من وزير الداخليه، وان القرار ده كان يعني موصوم بعيب عدم الدستوريه طبعا، لانه يمس حرمه الحياه الخاصه طبعا، على اساس ان المراقبه دي طبعا بيعتبر اجراء من اجراءات التحقيق اللي لابد للحصول على اذن من القضاء زي ما احنا شفنا في معظم القوانين المقارنه، او حتى على الاقل ان هو يضع ضابط لاجراء المراقبه دي على زي ما احنا شفنا طبعا ان القرار الوزاري طبعا كان بيخالف الدستور، وكان يمس حرمه الحياه الخاصه، وان هو ما كانش يجب تقرير هذا قرار الصادر من وزير الداخليه رقم 1980 لسنه 2018، الا لابد ان هو يصدر من السلطه التشريعيه طبعا، لابد يصدر بقى القانون من السلطه التشريعيه. وبناء عليه هنا هنتكلم عن المراقبه داخل المساكن في القانون المصري. مراقبه وتنصب داخل المساكن في القانون المصري زي ما احنا شفنا كان الدستور بينص في الماده 58 على ان للمنازل الحرمه وفيما عدا حالات الخطر او الاستغاثه لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها او التنصب عليها الا بامر القضاء المسلم. يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الاحوال المبينه في القانون وبالكيفيه اللي بينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها او تفتيشها او اطلاعهم على الامر الصادر في هذا الشان. زي ما احنا عارفين ان كان في نص مماثل في دستور 71 اللي هو نص الماده 44 والماده 10 من الاعلان الدستوري لسنه 2011 اللي كانت بتنص على ان للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها او تفتيشها الا بامر القضاء المسبب وفقا لاحكام القانون. ونص الماده 39 من دستور 2012 على ان للمنازل الحرمه برضه وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثه لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها الا في الاحوال المبينه في القانون وبامر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من في المنازل قبل دخولها او تفتيشها. وكانت الماده 47 من قانون الاجراءات الجنائيه بقى بتجيز لمامور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم في حاله التلبس بجنايه او جنحه. وزي ما احنا عارفين ان صدر حكم من المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص الماده 47. تمام. وماده 44 من الدستور كان بيقابلها الماده 58 من الدستور الحالي اللي هو 2014 اللي كانت بتتطلب صدور امر قضائي مسبب، والمحكمه هنا كانت ميزت بين تفتيش المساكن ودخولها اللي كانت بتتطلب امر قضائي مسبب، واللي اوجبته الماده 44 من الدستور، و يعني اجراءات احتياطيه كانت ماسه بالحريه الشخصيه زي القبض والتفتيش المتهم ذات نفسه في حاله التلبس اللي كانت اجازتها الماده 41 من الدستور. هنتكلم بقى عن اجازه المراقبه والتنصب داخل المساكن لاول مره في الدستور المصري. طبعا زي ما احنا قلنا ان خطه المشرع المصري او في المشرع المصري في الدستور 2014 كانت بتغير كل الدساتير، وكانت بتجيز وضع الات مراقبه وتصوير واجهزه تنصب داخل المساكن. وكان دستور 2012 طبعا ده كان اول دستور كان بينص على جواز المراقبه داخل المساكن بامر قضائي مسبب. ودستور 2014 كان يعني اقتفى اصل دستور 2012 ومشى في نفس الخط بتاعه، وما اكتفاش بذلك برضو ان تعبير المراقبه هنا بيختلف عن تعبير التنصت، وطبعا على اساس ان تعبير التنصت هنا كان بيعني جواز وضع كاميرات مراقبه واجهزه تنصت داخل المساكن بالمخالفه لخطه الدساتير دستور 71 زي ما احنا شفنا، ويعني ما عدا دستور 2012 اللي كان بيجيز المراقبه، وطبعا ده كان منتقد من
فقهاء القانون الجنائي. ونتكلم بقى عن نقد خطة الدستور في إجازة التنصت على المنازل ومراقبتها. في تقدير أستاذ الدكتور أشرف توفيق شمس الدين كان بيرى إن خطة الدستور المصري محل نظر طبعاً وما استفادتش من الدساتير السابقة وتشريعات المقارنة على أساس وضع ضمانة تكفل الفرد صيانة حرمة المسكن، على أساس برضو أن المراقبة البصرية والتجسس السمعي في المسكن ده إجراء بالغ الخطورة وبيهدد فكرة الأمان الشخصي طبعاً، وإجازة وضع كاميرات مراقبة وأجهزة تنصت يعني حتى لو كانت يعني جمع الأدلة على إجراء خطير يعني ما بيتناسبش مع الفايدة اللي موجودة من الإجراء ذات نفسه. وطبعاً كان برضو على أساس أن لجنة وضع دستور 2014 و2012 ما كانوش عارفين الفرق بين تفتيش المساكن وبين مراقبة المساكن والتنصت عليها. طبعاً زي ما احنا قلنا أن تفتيش المساكن ده كان بيتم تنفيذه طبعاً لضبط الشيء يعني له كيان مادي محدد، وده بيبقى لمرة واحدة طبعاً وبيتم ويتم ضبط الشيء طبعاً، وطبعاً ما يجوش تنفيذ الأمر والتعسف الأمر في الحالة دي إذا طبعاً كان نتيجة لذلك برضو إذا كان في تعسف في تنفيذ الأمر كان بينتج عنه بطلان الأمر ذات نفسه. ولكن بقى المراقبة والتنصت داخل المساكن بتختلف طبعاً على أساس برضو إن حديث الشخص وأفعاله بتصبح يعني حل المراقبة والتنصت، وده لابد إن هو يكون محدد المدة. وكان بيرى أستاذ الدكتور أشرف توفيق شمس الدين إن هو كان يجب على المشرع إن هو ينص طبعاً على إن المساكن تحاط بسياج من القيود الإجرائية على أساس طبعاً النص هنا ما حددش نتائج المراقبة والتسجيل في الأماكن الخاصة، وكان بيمس بالدائرة الضيقة اللي هي بتدخل في صميم حياة خاصة للفرد. وزي ما شفنا في معظم التشريعات المقارنة اللي كانت بتتشدد في المساس بالدائرة الضيقة هي خاصة بحرمة الحياة الخاصة للإنسان ذات نفسه. وكان بيرى أن الانتقاص في الحريات بالدستور بيرجع إلى عدم الاستفادة من خطة الدساتير والتشريعات المقارنة زي الدستور الألماني اللي كان بيحيط الإجراء بضمانات بالغة الصرامة، وطبعا لابد من صدوره من سلاسل قضاء، وده خلافا للقواعد العامة. وكان بيحدد الحالات اللي بيجوز فيها اتخاذ الإجراء والسلطة اللي بيجوز لها اتخاذه، وطبعا الإجراءات دي لابد أنها تتسم بالشدة وتخرج عن القواعد العامة في الضبط والتفتيش نفسه على أساس المادة 13 من الدستور الألماني كانت بتتشدد. زي ما احنا شفنا ان القضاء الامريكي كان بيستخدم الهاتف المحمول وغيره من وسائل التنصت، وزي ما احنا شفنا ان الدستور 2014 والدستور 2012 كان خلط بين امر من قاضي وتعبير امر قضائي. زي ما احنا شفنا ان الدستور 71 استخدم التعبيرين بمعنى واحد طبعا على اساس ان الامر بيصدر من القاضي ما بيتسعش للامر بيصدر من النيابه العامه على اساس ان هي سلطه التحقيق. وتعبير بقى الامر القضائي هنا فقه القضاء كانوا وسعوا بقى في معناه طبعا على اساس انه يشمل امر النيابه العامه او القاضي المختص. وهنا الخلط بقى في الدساتير طبعا كان بيمتد للدستور الحالي ملوش محل في نصوص قانون الادوات الجنائيه اللي ميزت بين يعني الحالات اللي بيجوز اصدار الامر من النيابه العامه والامر من قاضي او من محكمه، على اساس ان الخلط هنا بان يصدر الامر من التنصت والمراقبه داخل المساكن من النيابه العامه ده بيخالف خطه الشارع الجنائي ذات نفسه وبينزع بعض الاجراءات اللي بتتسم بالخطوره من النيابه العامه، وكان بيعهد بقى القاضي بمعنى الدقيق زي مد الحبس الاحتياطي والاذن بمراقبه الهواتف وضبط المراسلات والتحفظ على الاموال وكشف سريه الحسابات. وزي ما احنا شفنا ان كان يجب على المشرع الدستوري ان ينص صراحه على الاجراء اللي بيتسم بالخطوره ان هو لابد يصدر الامر من محكمه زي محكمه الجنايات منعقده في غرفه المشوره، زي التحفظ على الاموال زي ما احنا شفنا وكشف سريه الحسابات، مش اقل اهميه من المراقبه البصريه والتنصت السمعي داخل المساكن. وكان لابد ان هو المشرع او يوضع في خطه القانون الدستوري على اساس ان هو ما حددش الجرائم الخطيره ذات نفسها اللي بتبرر التنصت والمراقبه داخل المساكن، وكان لابد ان هو يحصل الجرائم ديت في طوائف محدده على اساس ان هو يضع قيد على السلطه التشريعيه
ايه اللي هي بتحدد نطاق زمني محدد للاجراء الخطير، زي ما احنا شفنا اللي نص عليه قانون الاجراءات الجنائيه، وكان لابد من تحديد قيد زمني في الدستور يكون على اساسه ملزم للسلطه التشريعيه على نهايه انتهاء الاجراء اللي هو خاص بالتنصت والمراقبه. وبكده يبقى احنا خلصنا الباب الثاني، وبالتوفيق للجميع ان شاء الله. وكده يبقى احنا خلصنا المقرر الدراسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.